مرحبا جميعا، عدنا للعبة هيرث ستون، اللعبة العظيمة من بليزرد. اللي ما بيعرف اللعبة عاملين لها مقاطع كتير بقناتنا، قناة الوان جنجن وان. طبعا معكم عمر، واليوم بعد غياب عن اللعبة وقبل ما فوت لهون فرجيكم انه يعني للي ما بيعرف او اللي بيتذكر لنرجع نعمل رحلة منيحة، لنرجع نوصل للرانك وان والليجند وهدول الشغلات، يعني نعمل شيء كومبيتيتيف قوي. بس تتذكروا انك تلعب كل الكلاسات زمان الا الروك، الروك كان اقل شيء، يعني مو لعبان بنوب ليفل 56 بس بقي له شوي وبيخلص. عشان هيك قلت لحالي خليني العب شوي وجرب بالميركل روك تقريبا بسموه تقريبا، يعني وشوف شو وضعه. رانك هلا السيزون باوله، كل اول شهر بيرست يعني بقى بتعرفوا. واللي بحبوا هيرثستون، اللعبه اللي ما بيعرفها هي موجوده، لعبه بطاقات سحريه قريبه من العاب كتير كمان معروفه عالميا مثل يوجي وهدول الشغلات، بس هيرثستون هي الاقوى وهي اللي بيصير عليها بطولات بتوصل لمليون دولار. نعم، بطاقات وبطولات كتير كبيره. بس اللي بدي اقوله انه اللعبه، ما تقولوا لي مثلا الناس اللي ما بيعرفوها انه اللعبه ما لها حماسيه، هو الحماس فيها موجود بس قليل. هي ما لعبه حماس، ما لعبه اكشن، اكيد ما عم تلعب مسدسات وطلق وهيك، لا انت عم تلعب لعبه تنحصر تماما حول الحسابات والتفكير والخطط وشلون تحسب بطاقاتك وتحسب لقدام وتتخيل كتير اشياء. اللعبة ممكن يكون فيها هدوء، ممكن يكون فيها صمت اصلا ما يكون فيها حكي. اللي بيعرف لعبة الشطرنج بيفهم قصدي كمان طبعا كتير، هي مثل انا بشبهها للشطرنج السحرية. تعالوا نشوف شو ممكن يطلع لنا بطاقة وبن لبعدين منيح. الأربعة دمج تو أمينيون منيحة، هاي للضغط منيحة، هاي للضغط ايه هروح عليها. شايفين لازم تحسب حسابات كل شيء، لازم تفكر بكل شيء. تخيل الهانتر طبعا اللي ضدي لك وذهبي، يعني عنده أكثر من 500 انتصار بالهانتر. بقى بدنا نحسب كل شيء. أنا اللي حساوي هحط سلاح وما حأضرب، هستنى لانه في عندي عنده تراب، في عندي بهذا الكلاس. تعال نشوف شو عنده هون، تعال نشوف التراب اذا ما له شيء. طيب نحط هاي كمان مره جديده، يعطونا خيارات لنفكر. الاكسبلوسيف شوت ممكن يكون منيحه للولفز اذا هو عنده وولفز. هاي ديفنسف حلوة أرخص، بس كتير ممكن نستفاد من الإكسبلوسيف شوت. نعم، بدك تفكر. طبعا الحلاوة بهاللعبة إنه العالم كل واحد بيلعب بطريقة مختلفة. الخيارات اللي أنا هلا اخترتها كان ممكن حدا تاني منكم هلا عم شاهدني يختار غيرها. يا ريت تكتبوا لي هلا بهالوقت بالكومنتات، مع إنه يعني الحلقة طويلة وهدول الأشياء، اكتبوا لي إذا أنتم بتلعبوا. أعمل هيك، شو هو هذا؟ أوكي حلو. احتمال يكون التراب هاد يعمل 4 دمج يقتل لي هاد، بس انا ما عندي مشكله لانه انا هدفي اني احط الثلاث كروت بقلب هاد، هذا هدفي. اذا هو التراب 4 دمج، ما له 4 دمج. حلو، ممتاز، بنكمل. اكتبوا لي بالكومنتات هلا فورا انتو بتلعبوا هيرثستون ولا ما بتلعبوها، وعلى اي سيرفر كمان. كمان اذا حابين تلعبوا ضد بعضكم فيكم تحطوا هاشتاج اسمكم بقلب اللعبه، وبالتالي فيكم تلعبوا ضد بعض. هاي الفور وولفز اللي كنا بنحكي عليها، وهي الاغراض تبعي جاهزه لتصدها. طيب هذا على الاغلب يروح هلا. هلا 5 قتلناه وضرب 2 حواليه، وهذا واحد بنقتله وهذا واحد بنقتله، بخلي عنده ولف واحد فقط. اذا الامور مشيت، لا ثواني، فيني خلي عنده اقل من ولف. اذا قلنا هاد قتل هاد، هاد صفى واحد بيقتلوا هاد، صفى هدول الاثنين. طيب تعال نشوف هذا بيضربوا، على الاغلب عنده فروزنج تراب او فريزنج تراب. نعم، توقع محله. هلا هاد اساسي، هاي الحركة اساسية حاليا. اوكي طقطق، خلي له واحد، ايه خلي له واحد بس، خلي له واحد بس، هذا القرار النهائي تبعي.
كثير صعبة المباراة، أنا شايفها، ما شايفها سهلة أبدا. بيست هيعتلم له أدبت لهذا صح؟ ديفاين شيلد، أوكي كمان. واو واو واو، لا كثير وضع خطير، وضع خطير. حنزل هاد وحبلش اسحب لي شوية بطاقات. اول شي نروح هاد، حلو ساب منيحة، بنخلص من هاد، نعمل هاد لنقدر نعمل ساب ونسحب كرت. سحبنا الكرت، نعمل ساب ونسحب كرت. اوكي واحد، بس عملت اللي بدي اياه، هذا منيح. اسمه هلا عملت اللي بدي اياه، بس طاقتي لاحظوا 18 طاقة 29. شوفوا الضغط الرهيب، الضغط الرهيب، يا الله. هاللعبة انا من قد ما بحبها، بحبها كثير لعبة هيرثستون، بلعبها على الايباد، هلا بلعبها على البي سي. بتذكر اني انا كثير احيانا كنت احضر بثوث لهاللعبة ونام وانا عم بحضر، بس من قد ما يكون قاعد فترة طويلة وحلاوتها كنت استمتع بالهدوء، يعني ما يكون في كثير ضغط وازعاج. وهلا انا بوضع خطير جدا، بوضع خطير جدا. هسه بدي اكل 5 دمج حصير تعطي 10، وهذا اذا 2 تعطي 8. واو شو الوضع خطير. اذا بدنا نلعب على المدى الطويل هذا احسن، إذا نلعب على المدى اللي هلا مباشر قتله ونزل كويست ادفنتشرر. يلا حنلعب على المدى القصير، ما فينا كتير. طاقتي 15، طاقتي 15. على الأغلب بنزل الولف اللي أنا رجعت له إياه، ويمكن يضرب بالويبن تبعه، ما بعرف شو معه كروت، بس هيك أنا حاسس يعني يضرب بالرمح. اذا معه وابن حيركبه اكيد، اذا معه. ليكو مثل ما توقعت، نزله حط له تونت، نزله اذا وحط له تونت. اوكي اللي نعرفه هذا شو التراب، يا ترى فريزنج وهذا حيسحب لي اياه، ولا اكسبلوسيف، ولا خيارات كتير. هنلعب اصول، هنلعب اصول. اذا طلع هاد، إذا طلع فريزنج تراب خلصت اللعبة، مو فريزنج تراب، يخسر طاقة بس منيح منيح، في أمل لسه، في أمل. شو التراب يا ترى؟ صفى عنا احتمالات، يا إكسبلوسيف يا أنا حاسه مو إكسبلوسيف، حاسه واندرينج مونستر هيك حاسه. هذا بقى الثاني، هلا يمكن صار فريزنج. اوكي اوكي ديفاين شيلد كمان، بدنا الفان اوف نايفز تجي هلا قربت. هذا منيح اكثر من الفان اوف نايفز. اوكي عنا حلول، عنا حلول، ما بنخاف. بس جاستس از ماين، تعال نشوف. اوكي اكسبلوزيف تاني، شو تاني؟ فريزنج، شكله فريزنج يا حبيبي، شكله فريزينج يا حبيبي. تعال نشوف، نتأكد مو فريزينج. واو شو هاد التراب، يعني شي غريب. طيب معناتها احنا بننزل هاد، لازم استعمل هاد لقتل هاد.
وطمناه بكل الأحوال لبعدين. طيب نشوف شو بيصير. المفروض انه هو يكون مجبور انه يضرب لي بالديناصور تبعه هذا المينيون. تعطي 9 هيستعمل سهم حيصير 7. انا كتير مخطر بس بنفس الوقت في امل، في امل. مباراة صعبة جدا. ديستروي اي واحد قتل هاد. اذا قرر يفوت اول ان عشان ينهي الدور اللي بعده. ماشي. هلا احنا بهالحالة عنا كذا ترتيب. هو طاقته 21، هاد لازم نقتله طبعا. بعدين لازم ننزل هاد مشان البطاقات. 21 دعم نفكر فيها نحسبها شوي. 20 هلا هذا لحاله 6. صفى بدنا 14، هي 3 بقين بدنا 11 4. ثلاثة سبعة زيد 4 نقص. هاي خطة. الخطة رقم 2 ننزل هاد واعتمد انه يجيني سحر. هاد احسن لي لانه حتى لو اجاني بالدور الجاي سترايدرات هدول شو اسمهم ما حيشتغلوا للدور اللي بعده، بتكون الجيم خلص. عشان هيك حنعمل هيك ونشوف الدور الجاي شو بيصير معنا. ممكن ينهيها هلا هو، ما بنعرف، ما بعرف يعني. انا عملت اللي علي بس اذا ما نهاها في عنا فرصة انه نحن كمان ننهي. مباراة صعبة كتير ومتقاربة. تعال نشوف شو البطاقة اللي طلعت له. واو، ما تقلي فاير تراب. اذا فاير تراب انتهت، اذا التراب هذا فاير انتهت. طيب شلون نعرف التراب شو هو؟ والله محرج الوضع. كل احوال ننزل هاد، كل احوال اذا انتهت انتهت، بس رح نلعب اصول. لا ثواني، هاد احسن، هاد احسن. اذا فاير تراب انتهت، مو فاير تراب. اوكي ننسى هاد شوي هلا ونركز على كيف فينا ننهيها. اوكي هذا 5 هون. اوكي قد ايه هلا عندي انا؟ 11 12 12 12 و6 18. ناقصني 2 دامج. تعال نشوف بيجيني 2 دامج ولا لا. ما اجاني 2 دامج للاسف، ما اجاني 2 دامج. ليكو قد ايه الدمج اللي عملته بعيدا عن الوقت. طفت طاقته 2 للاسف. مباراة كتير حلوة، كتير متقاربة. بنقول له ويل بلايد وبنطلع المباراة. شوفوا على ضربة واحدة، ضربة واحدة. لو كان طلع لي بس بونس دامج او طلع لي مثلا بريبريشن قتلته، لانه مع هاي البطاقة. مباراة رائعة، رائعة يا هيرسستون، رائعة يا هيرسستون على مباراتك. شلون تفرق على ضربة؟ طاقته 2 طاقتي 2. هي كان طاقته 3 بس انا متاخرت لاضرب، بس عم بحسبها يعني عارفه ما بتفرق. ها طبعا اللي بيعرف اللعبه بيستمتع وبيستلذ بالشيء اللي صار بهالمباراه. مباراه رائعه، حلاوه هيرثستون. يعني انت فيك تكون مرتاح كتير، ما شرط تشغل ايديك وتكبس وتكبس بسرعه وكذا. مالك بحاجه لموسيقى حماسيه، ممكن تحط موسيقى اذا حابب ترتاح تروق. بس انت ممكن تقعد، ممكن تشرب شاي نسكافيه. انا بحب اشرب، ما عندي شيء قدامي اشربه، بس يعني لما العب بحب مثلا اشرب نسكافيه بحليب مثلا. اي شيء بيخطر على بالك. والله هذا الوحيد اللي حخليه. خصمنا هالمره هو بريست وكمان جولدن بريست. حلو، انا مبسوط لما عم سجل المقطع عم يطلع لي عالم من مستوى عالي. طبعا السبب لانه السيزن اليوم وقت تسجيل المقطع هو يمكن تاني يوم بالسيزن. بقى هدول 15 هذا كان مثلا رانكو شي 5 6 ما بعرف قد ايه تقريبا، بس يعني انه مو عالم ما بتعرف تلعب، عالم منيحه. هدول 2 معي. اوكي
friend. نكمل. طفي هذا الضوء. نشيل هاي. اوكي. نزل سلاحه وما بنضرب. عندي واحد جولد واحد عادي. كوين. اوكي اذا نزلت مينيون قتلت له الكرت تبعه وضربت بايدي لازم عشان يقوى الكرت تبعي. كمان بدي انزل هذا هلا. تركت الجولد للاخير ما نزل الجولد بالاول. عمل حركه حلوه مشان يحاول ينهي لي. شوفوا هلا شو حساوي فيه. حنزل هاد هضرب بالباكستاب هضرب بالهيرو على هاد هقوي كومبو هون وحضرب فيه. شوفوا شو صار عندي على الارض. شوفوا الاجريسيف ستايل باللعب. ليكو قديش عندي دمج وقديش هاجم بقوة بهي المباراة. اذا عندي كرت 9-2 وكرت 4-4 ساعته بالدور اول لعبة. وما انه ما عم بلعب بل عم ينزل بكل دورة كان شيء. نزل الكرت تبع الكوين نزل الدراغون. اذا نزل خمسات على امل انه يحرجني شوي ولكن انا اللي حساوي حاحرجه اكثر. حنزل هذه البطاقه وحارجع اطلع له الدراغون تبعه مره ثانيه وحاضرب بالبطاقات تبعي مثل ما هي. كان فيني استعمل ويبن واضرب كان هدول قوي واحد بواحد بس انا قررت هلا هيك يعني ما بعرف حسبتها خلي يكون عندي ثلاث بطاقات بالارض بدل بطاقتين مشان اذا عنده حلول فرديه ما يوقفني. اذا سايكس كريم روح لي البطاقات رجع لي اياهم على ايدي مو انه كبهم. انزل الجادجتس هذا مشان البطاقات واستعمل كوين اسحب بطاقه استعمل هاي لاسحب بطاقه من هون وبطاقه من هون. تشوز انمي فينا نتحكم له بطاقه اذا نزل بطاقه كبيره هلا. كوبي 3 كارد فينا نعمل كوبي منيحه والله هي منيحة كتير اتوقع بهالحالة فينا نتحكم له والله بتعرفوا هاجرب اخذ هاد في احتمال ينهي لي اللعبة هلا حسب شو هو بيلعب. اذا لعب دراغون تنتهي اللعبة اتوقع هاد حقه ستة كلفته ستة بس هلا هو اذا نزل لي دراغون كتير احتمال خلص اللعبة. شو نزل؟ يمكن خلصتها اتوقع اني خلصتها هلا نشوف. لا ما خلصت لولا الساب كان خلصت. هلا في عندي كذا خيار بس يعني انا شايف اني ما استعجل شايف اني ما استعجل شايف الفوز حيجي بالطريقة المضمونة بس خلص على الكارت الكبير وما في داعي العب لواحد تاني خليه لاستعمله كومبو اذا احتجت لكارت كومبو. طاقته قليلة بس بده يلعب كارت كبير بيخسر. عم بحط الارض اربعة ما بتكفي. طيب نستنى شوي اربعة ما بتكفي نستنى شوي بسحب لنا كارت اتوقع منيحة بلا كمان ما استعجل. يلا كمان ما استعجل نعمل هيك اسحاب لقلك. اوكي المفروض هو يقتل لي كرت من الكرتين يسفع عندي كرت تاني انا اتحكم له فيه لهاد وخلص اللعبة بتوقع ربحت. لا الا الليتش كينج الا الليتش كينج اخذنا الليتش كينج قتلنا له هاد ضربنا لا خلصت اللعبة خلصت اللعبة لانه انا بقدر اعمل سلاح اقدر اخذ الليتش كينج الحلو للدور الجاي. ماشي خطأ مني معلش اعذروني على هذا الخطأ. هنشوف شو حيساوي. اذا انت بتحط السبيل للدور اللي بعده بتتحكم فيه. اذا انا للدور الجاي حيصير معي هذا الكرت. عم بيحط دفاعاته احتياطاته
نشوف احتياطاته شو حتفيده. ليك شو صار هلا؟ صار معي الليتش كينج. طبعا الليتش كينج صار معي ساعته نايم ما له فايق، وبالتالي انا اللي حساوي هو تعال نحسبها 8 و4 بيقتلوه بصفة واحد. تمام، اذا كثير حركة حلوة اني اعمل هيك. لا 3 و3 6 و2 8 ووبن، ما في داعي للاوكشنير. حنرفع هاد، حننزل واحد من هون واحد من هون، وحنضرب بالوبن وحنركب ووبن جديد. حنخلي هاي كومبو مفاجأة ما يعرف شو معنى في حال صار مفاجآت، ولكن نحن هلا عنا كمان اوه خلصت. ما بعتقد حيقدر يصد كل هاد. 5 و4 9 لحالهم هدول 9 دمج. اذا هي ال10 المفروض يفضي الارض كلها ويعمل هيلينج لينفد. ما بينفد. 2 4 خالص 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 خالص. ودع ودع المونديال بدون ما يكون عندي اي بطاقة بالارض. انا ربحان بدون اي بطاقة بالارض انا ربحان. وكمان اذا هي 5 وهي 2 اني ما في داعي لها بس عم فرجيكم. وهي 4 ولسه في الشغلات التانية اللي ما اضطرينا استعملها. اذا مباراة كانت كتير حلوة كمان. ميركل روك يا جماعة حلو، ماله من الشغلات المالقة حلوة ومسلي جدا وجولد ويا سلام. طبعا بتمنى تكونوا استمتعتوا بهالحلقة من هيرثستون. اذا لقيت شوية تفاعل اكتر، اذا هلا انتم ما كنتم مشتركين بالقناة وفعلين جرس اعملوها القصة وحطوا لايك، اكتبوا لي اذا لقيت في تفاعل اكتر هيرثستون حصير نزلكم مقاطع اكتر ومو بس هيك واطول. وكمان انا اصلا مجهز لانه لبطولات بهيرثستون لشارك فيها، وبالتالي بحاجة اني اجرب كتير تشكيلات والعب بكتير استراتيجيات. هيرثستون هي جزء كبير هلا من حياتي يوميا عم بلعبها، وبالتالي اذا انتم بس اللي ناقص انكم تطلبوا انكم بدكم مقاطع هيرثستون وانا بنزل كتير هيرثستون. حتى لدرجة في احتمال اذا الطلب كان كتير كبير اعمل قناة كاملة للهيرثستون. انتم تعبوا على هذا الموضوع، حاولوا تنشروا هذا الموضوع، تفرجوني قد بتحبوا هيرثستون، وانا بحاول قد ما فيني اني خليه يتوصل لابعد مكان. كان معكم عمر اوان جيجين وان، نشوفكم قريبا ان شاء الله ومع السلامة.